اليوم كان طويل متعب وتعبه جميل جدا، وإن شاء الله جزء من الأحلام هذه اللي كان بدايتها أني افتتح عيادتي اليوم حققت الجزء الثاني منها، وفي ثالث ورابع إن شاء الله يا رب بالصحة والعافية يتحقق وبالنية الصافية وتوفيق رب العالمين. طبعا أنا أحب الأشياء اللي قلبي اللي أنا أستخدمها شخصيا، وفعلا بنات رهيبة غسول المناطق الحساسة ما يحسسوا يعطي ريحة جميلة للمنطقة وينظف المنطقة. عندكم غسول الوجه أنا اللي فوق السنتين استخدمه، وأي سنتين 3 سنين بدش. المرطب اللي أحطه طوال اليوم وأقدر أكرره اللي هو الأكوارتش إيمولجن، والأشياء اللي أحبها جدا بنات بحط لكم بالترتيب الأشياء اللي أنا أحبها. هذا أعشقه كمرطب خلال اليوم. أنا بجدد ترطيب كمرطب أو برايمر قبل الميكب ولا غلطة، وخاصة حق البنات اللي أعمارهم يعني 25، أقل من 25 فما فوق، لأن في نسبة من حمض الهيرونيك بعد. بس ترطيبه خيال، حتى كبرايمر قبل الميكب ترطبين أي وقت، تقدرين ترطبين فيه تختمين بعنايتك الليلية، خيال. وهذا غسول الوجه أنصح فيه وبقوة، وخاصة البشرات اللي مو لاقية غسول ينظف الوجه من غير ما ينشفه أو يسبب له تحسس، هذا خطير. اللي فوق الحين مو سنتين وشوي، قربت أوصل 3 سنين وأنا استخدمه خيال. وهذا الغسول للمناطق الحساسة، ميزته إنه ما يحسس المنطقة، ممكن البنت تشطف في المنطقة الحساسة وخاصة المتزوجات، ويعطي ريحة جميلة ويحافظ على نعومة المنطقة.